وإلى هذه المساجد الثلاثة تشد الرحال دون سواها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم. ومسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا. ومن تطهر في بيته ثم أتى المسجد فقرأ وصلى عليه صلاة كان له أجر عظيم. وليس في الأرض مسجد له مزيد فضل سوى الثلاثة المساجد ومسجد قباء، وما سوى ذلك ما لها حكم سائر المساجد. المساجد بيوت الله يراها لنفسه تشريفا وتقديما di dalam bukan tidur di dalam lokasi. إن هذه
من هذا البول. رواه مسلم. ومن أدب المساجد أخذ الزينة لها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن تعظيمها لزوم السكينة والوقار في الهيئة والمشية إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وإذا وصلها تشريفا لها يقدم رجله اليمنى عند دخولها، ولكونها موطن عبادة.